بص، هو انت لو ما عندكش صانع العاب هتدفع ثمنها ضريبه غريبه نوعا ما، انك هتلاقي انك طالب من لعيب مركز 8 او البوكس تو بوكس زي بول بوجبا ان هو يعمل واجبات صانع العاب، او كمان تستنى ان ينزل ماركوس راشفورد يحاول يعمل صانع العاب، او تستنى ينزل دانيال جيمس يعمل صانع العاب علشان خاطر صانع العاب كان جيسي لينجر. طب ما انت منتظر ايه؟ جيسي ضحك ده يعمل صانع العاب ازاي؟ فلما برونو فرنانديز جه اكتشفت ان اخيرا كل واحد بقى بيلعب في المكان اللي هو مرتاح ان هو يلعب فيه، بقى ماركوس راشفورد مش مضطر ان هو ينزل لتحت علشان خاطر حالك الفرقه اللي قدام، بقى بول بوجبا ملتزم بمكانه والواجب اللي هو بيحب يعمله ومستمتع بيه تماما، لدرجه ان بول بوجبا في كلام على انه عايز كمان يكمل سنه اضافيه مع مانشستر يونايتد بعد العقد بتاعه ما يخلص. بول بوجبا اللي كان عايز يخلص من النادي باي طريقه علشان خاطر كميه الضغط اللي كانت عليه كانت غير طبيعيه، في ان الناس مستنيه ان بول بوجبا يقوم بدور صناعه العاب هو ما بيعرفش يجيده، فلما برونو بقى موجود في الملعب الموضوع بقى سهل، غير كمان الرؤيه الثقيله بالنسبه لبرونو، وغير كمان التوفيق اللي عند برونو من ساعه ما جه مانشستر يونايتد، غير كمان الفاولات اللي بيعملها بعظمه قوي. لا، كل ده بيخلي ان برونو فرنانديز واحد من انجح اللعيبه اللي جم مانشستر يونايتد من فتره طويله جدا، برغم انه لسه ما كملش شهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا قبل اي حاجه، خد تعالى ما تطبقش لبرونو فرنانديز ولا اي حاجه، رغم ان راجل ارقام واحصائياته اللي هو عاملها من ساعه ما جه الدوري الانجليزي تخلي اجدع حد في الدنيا يطبله، بس الراجل للامانه بتاعت ربنا تقدر تقول كده ان هو اللي كمل المنظومه بتاعت سولوتشاير، منظومه سولوتشاير اللي كان فيها مشاكل كتيره قوي، بول بوجبا قاعد ولا بول بوجبا ماشي، الضغوط الاعلاميه اللي على هاري ماجواير عشان الثمن اللي جه بيه، المشاكل اللي جنب الثاني اللي مع هاري ماجواير سواء اريك بايلي او سواء كمان رونالدوف، بتلاقي ان في مشاكل كتيره قوي في قلب الدفاع الثاني. فبنتمنى من عمه ادوارد ان هو ربنا يكرمه كده ويجيب مساك تاني في المركاتو وهيظبط الدنيا والموضوع يكون بالنسبه له سلس. طب ليه برونو حل كل المشاكل؟ علشان خاطر برونو في فرق كبير جدا ما بينه وما بين مثلا اندرس بريرا او ما بينه وما بين جيسي لينجر، ده راجل عنده رؤيه غير الثقه اللي عنده، يعني الثقه اللي عنده دي حاجه غير طبيعيه، انك تبقى جاي دوري انجليزي وبتلعب مع مانشستر يونايتد والموضوع بالنسبه لك مختلف، انك جاي من البرتغال دوري ضعيف نوعا ما وجاي انت البريمير ليج دوري قوي جدا، فجاه لقيت نفسك مستمتع وعايز كمان تثبت للعالم كله ان انا استحق اكون هنا، وكمان المبلغ اللي انت جاي بيه مش عامل عليك اي ضغوط، 55 مليون او 60 مليون مش هيفرقوا كتير بالنسبه لمانشستر يونايتد، دفعهم في لعيبه كتير جدا وفشلت، بس برونو بيثبت ان الموضوع كان محتاج بس صنع العاب، صنع العاب مع مساك كويس الفرقه ممكن تظبط، خصوصا يعني ان الشق الهجومي في مانشستر يونايتد ممتاز، لان في عناصر شباب، عناصر شباب محتاجه صنع العاب يلعبهم كوره ويعرف ان هو يحطهم في مواقف يكونوا ممتازين جدا فيها، وده اللي برونو بيعمله مع جرين وود، وده اللي برونو بيعمله مع كمان ماركوس راشفورد، ده الراجل ما بقاش مضطر ان هو ينزل تحت زي ما قلنا في البدايه، غير كمان مارسيال والفورمه اللي مارسيال راجع بيها من بعد الوباء، والراجل بسم الله ما شاء الله واخدها شحطه، والراجل بيعمل اللي هو عايزه، يعني ثلاث اهداف ماتش شيفيلد، والنهارده كمان الراجل بيجيب جون عالمي، والموضوع بالنسبه له بدا يبقى مظبوط، وفجاه كده تحس مره واحده الفرقه كل حاجه بقت سلسه وكل حاجه بقت لذيذه وفي التمام، وكمان تحس كمان ترتيب الماتشات اللي هو جاي لك بورنموس اما بورنموس ايدي هاو، فالراجل جاب جون في اول ربع ساعه قال لك بس الدنيا بالنسبه لي سالكه وهعمل نتيجه مع مانشستر يونايتد، خصوصا يعني ان المدرب ما بحبش ادافع والفرقه بتاعتي ما بتعرفش تدافع، غير ان هم اساسا يعني اشهر واحد في الفرقه اللي هو ايكاي المساك اللي هو كل الناس بتتكلم على انتقالاته، لا غير الفرقه ما فيش حد مهم في الفرقه غير كينج، ف بص هم كده كده فرقه ربنا يكون معاهم لان هم لسه عندهم ماتشات تقيله وبنسبه كبيره جدا هتلاقيهم نازلين للدرجه الثانيه. اما مانشستر يونايتد فاخيرا زي ما قلنا الموضوع بدا يظبط مع مانشستر، لان احنا بدانا نشوف ان في لعيبه بدات ترجع تستمتع تاني بكره القدم، وبدات ترجع تاني تركز جوه الملعب ان هي احنا بنلعب كوره علشان خاطر نستمتع ونجيب فلوس، بس طبعا المتعه بتكون مهمه جدا بالنسبه للاعب كره القدم، لو لاعب كره القدم ما بقاش مستمتع جوه الملعب ومركز على الضغوط الاعلاميه اللي بره زي بول بوجبا هتلاقي ان الموضوع بالنسبه له ضايع، اما بول بوجبا اللي بيبدا اخيرا ان هو يدي تصريحات ان هو بدا يكون مستمتع، ف في كرة جاية، في كرة جاية بمانشستر يونايتد وفي أمل جاي، وأنا متوقع إن مانشستر يونايتد يا هيكسب تشيلسي يا هيكسب ليستر سيتي، بس في آخر السنة هتلاقي مانشستر يونايتد في التوب فور، وبمناسبة التوب فور إحنا محتاجين كلنا نقول لسولشاير إحنا آسفين، إحنا آسفين بجد لأن إحنا ما كناش عارفين إن أنت عارف تبني فريق وإن أنت كنت ماشي في خطوات صح، ممكن نكون صبعنا في الحكم على اللعيبة، بس المنظومة اللي إحنا كنا بنشوفها كنا بنشوف إن في مانشستر يونايتد عاجز على إن هو يخلق فرص، وكنا بنقول إن الفرقة محتاجة شوية تظبيط، ولما بنشوف ان الراجل دخل ماركاتو وجاب لعيب زي برونو فرنانديز بمبلغ نوعا ما مش عالي والراجل الاضافات اللي قدمها له، لا معنى كده ان سولتشاير محتاج ان انت تشكره، ومعنى كده كمان انك تقول
ان الراجل ده جيد جدا وان ليه مستقبل تدريبي جيد جدا. الراجل في الماتشات الكبيره بيعرف يلعب قدام الخصوم الكبار، بس في الماتشات الصغيره كانت بتواجهه نفس المشاكل اللي احنا كنا بنتكلم فيها. احتفاظ بالكوره ما كانش بيبقى ليه اي 60 لازمه، لما دلوقتي احتفاظك بالكوره مع لعيب صانع العاب جيد ومهاجمين بيجروا بسرعه مستنيين الباص الحراري اللي هيجيله من برونو، او كمان لو في اي فاول هيلاقوا برونو بيسدده، او لو في اي مشكله واي موقف في الملعب مش عارفين يتصرفوا فيها هيدوروا هيلاقوا برونو فرنانديز وراهم لعيب بيدعمهم. فلا برونو فرنانديز فرق كتير جدا مع مانشستر يونايتد، بس احنا برضو محتاجين نقول ان انت لازم تجهز بديل لبرونو فرنانديز بحيث لو جراله اصابه او اي حاجه ما نلاقيش السحر اللي انت بدات تقدمه ده بدا يختفي، لان مفيش حد في الكوكب ده بيتمنى ان السحر اللي يونايتد بيقدمه دلوقتي يختفي الا لو مشجع ليفربول. بص بقى صديقي، مش تخسر اي حاجه يعني، لو ربنا كرمنا وعملت لنا لايك تحتاج انك كسبت النهارده 5 ما بتكسبهاش من 2009، مستمتع بفرقتك زي الفل، اعمل بقى لايك مش تخسر اي حاجه. لا ايدي هوا ربنا يكون كريم معاه يعني، ربنا يكرمه ويرجع بالسلامه من الشم الشفا.